أحلى صباح لأحلى متابعين وأغلى أحباب، أقولكم صباح الورد والياسمين. مرحبا بكم في روتين جديد. اليوم راح نشارك معكم تحضيراتي ومشترياتي الرمضانية كما كل النساء وكل ربات البيوت. كما راكم تعرفوا لازم قبل رمضان نطفو الدار، لازم نخرجوا نقضي ونشريوا أمورات، نشريوا الماعن، نشريو حوايج بزاف يخصونا ونوجدوهم قبل ما يدخل علينا سيدنا رمضان. كاين بزاف اللي ما يشتيش يخرج في رمضان، انا وحده من الناس ما يشتيش نخرج في رمضان، نحس بروحي فشلانه وعيانه، نشتي نقضي ونفرس اموراتي قبل رمضان. كل يوم نقول غدوه نبدا الميناج، تخرج لي حاجه ولا طريق. المهم اليوم وين كتب ربي، اليوم قلت راه جابها الحال لازم نبدا. ممكن نطفي الدار صح، نجيبها النهار كامل ونايا نجبدها هنا هالي، نطلق حاجه تخرج لي حاجه، ممكن نخلص ماكري عيانه ومش قادره خلاص، كي نلقى الدار نظيفه ونلقى كل حاجه في بلاصتها ونلقاها تشعل شعيل، التعب هذاك كامل يروح في دقيقه. نحس باللي كلي ما درت والو. والميناج هذا مش لازم حتى يجي رمضان باه نوض نديرو، مش حتى تكون عندنا مناسبة ولا سبة، لازم تنوضي تشمري على درعيك وتنيطوايي دارك، المضافة مليحة ليك ما منتي ترتاحي نفسانيا. مام ولادك تكبريهم مع المضافة، مام يكبرو مام يوليو رجالة، يولفو كل حاجة يديروها وحدهم ما يعزمو على حتى واحد. وهنايا بعد ما نيطوايت الدار كان راجلي جاب لي شويه مشتريات، قضى لي شويه لحم شهر رمضان، ان شاء الله تصومه بالصحه والهنا ان شاء الله. هنايا حبيت نشارك معكم طريقتي الخاصه في تحضيراتي شهر رمضان. انا هنايا اللحم نشري كونتيتي كيلو كيلو، نديباني بها 15 يوم الاولين، وشلي ندير نحكم نقسمها نداويها ونحطها في الصاشيات ونخبيها، هذه تاع الجاري ولا الشوربه، نوجدها ونحطها في لاكونجيلاتور. كل يوم نجبد هذه تحكم لي وحده 15 جوغ هكذاك. شوفوا لا فيوند تاعي الله يبارك قد خرجت لي، هذه نص الكميه، الكميه الاولى كنت وجدتها من قبل وخبيتها في لا كونجيلاتور. هادو ديبو تاع الجاري يحكموا لي 15 يوم. وهنا الطرف تاع اللحم ثاني دوك نقصو ونخلطو مع الفيونداشي ونخبيه هكذا باه كي نجي ندير الجاري نجبد برك من الساشيات. نتمنى تكون عجبتكم التدبيره تاعي ولا الفكره تاعي، صراحه سهله وتساعدني بزاف. مام دي فوا يكون راجلي مش قاعد ولا يكون خدام بعيد ولا ما نتقلق ما والو، ما نقول راه عليا الحال ما والو، نجبد طول من الكونجيلاتور وندير فطوري في راحتي. هنا انا الكميه درت على حساب عدد الافراد العائله تاعي، العائله تاعي صغيره اون بليس الزوج تاعي ما ياكلش الجاري، راهو ريجيم في رمضان ياكل ليغوم، ايبا انا هنا اللحم ندير غير ليا ولولادي. نتوما لكان عجبتكم هذه التدبيره وعجبتكم هذه الفكره، ضعفوا المقادير ولا ضعفوا لا كونتيتي على حساب عدد الافراد العائله تاعكم، صراحه راح تعطيكم نتيجه روعه، حتربحي الوقت وان بليس ما تقلقي ما والو. حاجه اللي تجي ديريها اجبدي طول من لا كونجيلاتور. ميم الفكره هذه تقدري تستعمليها ميم في دوزيام بلا ولا في تروازيام بلا، انا هذه درتها جوست برك الجاري كونجليتهم كي نحتاج نجبد. وهنا درت الغداء الرز بالشعيريه ولا رز بالدويده، غداء خفيف ظريف، لكن حبيت نحط لكم الوصفه تاع هذا الرز، راهو صراحه بنين ورايع يوجد ليه لي، اكتبوا لي في التعليقات وراح نديروا له نهارو ونوجدوه. مام تاني تحلي كريم ديسير او شوكولا
الثاني بنين بنين ساهل وماهل يصلح بزاف السهرات الرمضانية. لا حبيتو نشارك معكم الوصفة ما كحتى مشكل، اكتبوا لي في التعليقات نتغداو ومن بعد نروحو نديكم تخرجوا معايا نديرو جولة خفيفة ونشوفو كاش ما نشريو الشهر رمضان المبارك. كما راكم تشوفوا البنات رانا برا، رانا خرجنا، رانا دخلنا نشوفوا عينيا حوالو حوالو. شوفوا الخيورات تاع ربي كاين كل خير، منين تلوحي عينك سملا لماعن اشكال وانواع. هنا يعجز اللسان عن التعبير، هنا ما عندي حتى هضره، ما راح نعبر لكم على والو. لماعن كنت تعرفوا لماعن جوست انا ندير لكم فيديو خفيف سريع نعطيكم تشوفوا شويه مع شويه اللي جابوا حاجه جديده حاجه مش جديده وشويه اللي دخلوا. خليكم تشوفوا وتكتشفوا الناس اللي ما كتخرج وما قاعدهش ما كتروحش هكذا ولا غالب عليها عندها ظروف عندها انشغالات. راني شاركت معكم وصورت لكم كلش كلش. شوفوا وتمتعوا ونديروا جوله خفيفه وكي نخلصوا نروح للدار ونعطي لكم شويه اللي شريت ان شاء الله.
واخيرا خلصنا ودخلنا القار. اتمنى تكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله يكون يعجبكم لما عندكم درت لكم جوله خفيفه وسريعه تفرجتوا وتمتعتوا. المهم لعلي هنا حبيت نشارك معكم مشترياتي، دونك ما شريتش حاجه كبيره، عندي لماعن، مش لازم كل عام نشري لماعن، مش لازم كل عام نفسدو. عندك لماعن ما كان لا شري حويجات خفاف، ما عندكش اشري كل واحد ونقدرو. انا هنا كنت شريت حوايج خاصيني ولازميني. نتمنى يكون عجبكم لا روتين تاع نهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم الجوله اللي خرجتكم ليها، نتمنى تكونوا تمتعتوا وتفرجتوا. هنا حباباتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو ولنهايه الروتين لنهار اليوم. ان شاء الله نتمنى لكم رمضان كريم، صوموا ان شاء الله بالصحه والهنا وراحه البال. ولا عجبكم الفيديو حباباتي ما تبخلوش عليا بالاعجاب والاشتراك في القناه، وهكذا باه يوصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.